بسم الله، أسعد الله مساءكم أحبائي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبنائي المحترمين، مر عنا إحنا الذرة وتركيبها، وقلنا في الذرة دائما إنه إلها نصف قطر، المدار بتاعها إله نصف قطر، والمدار بتاعها إله طاقة. وقلنا على أساس أن الإلكترون لما ينتقل من مدار إلى مدار فبصير في عنا إثارة للذرة، وينتج عن ذلك إشعاع فوتونات. هذه منها إشعاعات تكون مرئية وإشعاعات غير مرئية، وكان منها ما يسمى بالسلاسل الذرية الثلاث: ليمان وبالمر وباشن. هذه السلاسل الذرية، طبيعي العلم هذا دائما في حالة تطور مستمر. فمن التطورات اللي اجت فيما بعد، قام العالم ديب رولي اقترح انه الجسيمات الها خصائص موجية، كما ان للضوء خصائص جسيمية. الجسيمات اللي هي قد تكون الالكترونات يعني او الفوتونات، الها خصائص جسيمية والى خصائص موجية. وكان من العلاقات هذه علاقة مرت معانا، هذه العلاقة اللي هي بتقول لي انه الجسيمات لها زخم. الزخم اللي هو سبق قلنا عليه بي، وقلنا على البي انها بتساوي ام في، بي بتساوي ام في. طيب، فعلى هذا الاساس قلنا انه الام في، ام في في يعني بتساوي اتش على لامدا. ام في بتساوي اتش على لامدا، وبناء على هذا القانون بتصير الاتش، بتصير اللامدا شو بتساوي؟ اتش على ام في. بتصير اللامدا بتساوي اتش على ام في. هذه المعادلة لو ضربتها مقص بتصير عنا ام في ار بتساوي اتش ار على لامدا، بتساوي اتش ار على لامدا. لكن حسب اقتراح بور بيقول لي انه ام في بتساوي ان اتش على 2 باي، ان اتش على 2 باي. طيب، اذا من المعادلة شو بتصير المعادلة عندنا؟ بتصير عندنا اتش ار على لامدا بتساوي ان اتش على 2 باي، ان اتش على 2 باي. طيب لو جيت اختصرت الاتش والاتش اللي في البسط، بظل عنا ان على 2 باي بتساوي ار على لمدة، اضربها مقص بتصير ان في لمدة، ان ضرب لمدة شو بتساوي؟ 2 باي ار. هذا الحكي بتشوفه صفحة 72
في آخر معادلة مكتوبة تحت في هذه الصفحة، في الصفحة 77، إن لامدا بتساوي 2 باي آر. شو معنى هذا الحكي؟ يعني إنه محيط المدار اللي هو 2 باي آر، محيط معناها أي أن محيط المدار يساوي عدد صحيح اللي هو إن من لامدا، عدد صحيح من الطول الموجي. فلاحظ في الرسمة، في الرسمة اللي تحت باخر الصفحة في عندك ثلاث رسمات فيها. الثلاث رسمات هذه شوف الرسمة اللي بالنص وشوف الرسمتين اللي باليمين واليسار. الرسمة اللي بالنص بتلاقيها أمواج كاملة، موجة كاملة. لاحظ اللي على اليسار بتساوي موجة ونص، موجة ونص يعني كل كم وقاع هذول موجة. فالثالث اللي على اليسار موجة ونص. الرسم اللي بالأولى اللي هي مكتوب عليها حالة غير مستقرة برضو ما هيش كاملة، لكن شوف اللي بالنص بتمثل هي، وفي عندي من كمة لكمة 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 لكمة، هذه كلياتها أطوال موجية. يعني عندنا كم موجة؟ واحدة ثنتين ثلاثة أربعة خمس موجات، خمس موجات. يعني عدد صحيح من طول موجي، عدد صحيح من طول موجي. شو يساوي هذا؟ محيط الدائرة. إذا بنقول إنه محيط المدار يساوي عدد صحيح من لامدا، ولما نقول عدد صحيح من طول الموجي لامدا يعني هذا الطول الموجي ما هو مكسر، ما هو جزء، ما هو عدد كسري، يعني ما هو نص لام، نص لامدا، ولا ربع لامدا، ولا ثلاث ارباع لامدا. فدائما لما يكون مدار يساوي عدد صحيح من طول موجي بنقول عليه انه كمية مكمة، كمية مكمة. طيب من هذا المنطلق كان في عنا هون الصحيفة، كان في عنا بناخذ حاجة بنسميها السحابة الإلكترونية، بنسميها السحابة الإلكترونية. شوف في الصفحة التالية اللي هي في عندك صفحة 78، سحابة إلكترونية. السحابة الإلكترونية هذه بنقول عليها منطقة أكثر احتمالية لوجود الإلكترون فيها. المنطقة اللي محتمل وجود الإلكترون فيها أكثر بنسميها سحابة إلكترونية، يعني فيها إلكترونات قد تكون أكثر. هذا الكلام ودى على ما يسمى بعلم ميكانيكا الكم، ميكانيكا الكم. شو معناها ميكانيكا الكم؟ شوف عليها في الصفحة عندك اللي مشير عليها باللون الأصفر، باللون الأصفر. ميكانيكا الكم معناها دراسة خصائص المادة باستخدام خصائصها الموجية، دراسة خصائص المادة باستخدام خصائصها الموجية. هذه الميكانيكا أجا منها عدة تطبيقات، يعني استخدامات واستعمالات. من التطبيقات على ميكانيكا الكم، التطبيق الأول اكتب عندك أو موجود عندك في الشرح هون هيو قدامك، بنكون من التطبيقات إنها أعطت دقة أكثر، أعطت دقة أكثر لدراسة خصائص المادة، ها لدراسة خصائص المادة باستخدام خصائص الموجي مباشرة تحت اللون الأصفر هذا مكتوب.
أعطى دقة أكثر لدراسة خصائص المادة باستخدام خصائص الموجية. وكمان اثنين، استطاعت تحديد ترتيب الذرات في الجزيئات. استطاعت تحديد ترتيب الذرات في الجزيئات. وتطبيق ثالث، استطاعت تحضير جزيئات جديدة ومفيدة لم تكن موجودة. يعني صار اكتشاف جزيئات جديدة أصلا ما كانتش موجودة. ورابع، حددت تفاصيل انبعاث وامتصاص الضوء بواسطة الذرات. حددت تفاصيل انبعاث وامتصاص الضوء بواسطة الذرات. طيب، هذا بالنسبة للكم. أجا من بعدها ظهور إشعاع، مثل إشعاع بنسميه إشعاع الليزر. الليزر نوع من الأشعة، نوع من الأشعة. هذا النوع اسمه LASER، LA light amplification by stimulated emission and radiation. بالمعنى العربي، تكبير الضوء بواسطة الانبعاث المحرض للإشعاع. احفظ يا ابني، احفظ، الله يرضى عليك. شو تعريف الليزر؟ ماذا تعني كلمة ليزر؟ تعني تكبير الضوء بواسطة الانبعاث المحرض للإشعاع. تعريف ضروري تكون حافظه. فقبل ما نشوف شو الليزر، بنكون في عنا موجات بنسميها موجات مترابطة. الموجات المترابطة، شوف عندك صفحة 79، صفحة 79، أيوة، هاي الرسمة أمامنا في صفحة 79. في عنا A، الجزء اليسار A، بنقول عليه ضوء غير مترابط، واللي على اليمين بنقول عليه ضوء مترابط. الضوء المترابط هذا اللي هو مثل الموجات، بنسميها موجات مترابطة. هذه معناها هي الموجات اللي بتنتقل بالطور نفسه وتتوافق عند الحدود الدنيا والقصوى. تنتقل بالطور نفسه وتتوافق في الحدود الدنيا والقصوى. بالطور نفسه يعني ايش؟ تنتقل بنفس الزاوية. فشوف يعني اللي عندك القمة الأولى تحتها مباشرة في القمة قمة قمة، القمة الثانية تحتها قمة قمة قمة، والثالثة كذلك، والقيعان كذلك تحت بعض. إذا هذه بنقول عليها موجات مترابطة، بنقول عليها موجات مترابطة، مش مثل اللي على اليسار. اللي على اليسار لاحظ الموجة الأولى والثانية، الموجة الأولى فيها عدة موجات، اللي فوق أقل، إذن هذا بنقول عليها غير مترابطة، إذن اللي على اليمين مترابطة. فهذه الموجات تنتج عادة في إثارة الذرات، ومشان إثارة الذرة، مشان إثارة الذرة ممكن نعمل للذرة إثارة، يمكن إثارة الذرة. كيف؟
باصطدامها مع فوتونات ذات طاقة محددة طيب يا ابني، فبصير في عنا حالة بنسميها حالة انبعاث، لما ذرة تصطدم معها فوتونات بصير في عنا انبعاث فوتونات جديدة، بصير في انبعاث فوتونات جديدة. فمن الفوتونات هذه أجد، أو من حالات الانبعاث، حالة انبعاث بنسميها انبعاث تلقائي، حالة انبعاث تلقائي. حالة انبعاث تلقائي، لو شفت في صفحة 80، الجزء اللي علي صار، هذا الجزء اللي علي صار انبعاث تلقائي بنقول عليه. شو معنى حالة انبعاث تلقائي؟ يعني حالة انبعاث للفوتون من الذرة، انبعاث فوتون من الذرة امتى؟ عند عودتها من حالة إثارة إلى استقرار. لما تعود الذرة من حالة إثارة إلى استقرار بينبعث فوتون منها، وتكون طاقتها مساوية لطاقته قبل الإثارة، طيب، هذه حالة الانبعاث التلقائي. حالة الانبعاث الثانية، شوف تحت الرسمة مباشرة تعريفين، الانبعاث الثاني اللي هي جاي باللون الأصفر، الانبعاث المحفز، انبعاث محفز معناها اصطدام فوتون مع ذرة مثارة، فوتون يصطدم مع ذرة مثارة بحيث يحمل طاقة تساوي الفرق في طاقة الذرة قبل وبعد الإثارة. يعني الفوتون يجي يصطدم مع ذرة، هذا الفوتون بيكون بيحمل طاقة تساوي الفرق بين طاقة الذرة قبل الإثارة وبعد الإثارة. شو بينتج عن ذلك؟ بينتج عن ذلك فوتون بيحمل نفس الطاقة، يصطدم مع فوتونات ومع ذرات أخرى وبحرر منها فوتونات بنفس الطور، طيب، شروط حدوث الانبعاث المحفز، الشرط الأول، واحد، يجب وجود ذرات أخرى مثارة، الشرط الثاني، يجب أن تبقى الذرات مثارة لفترة كافية لحدوث التصادم، الشرط الثالث، يجب السيطرة على الفوتونات، وتوجيهها لتكون قادرة على إحداث التصادم، هذا بالنسبة لها. هيك بيكون أنهي الباب.
بضل عنا نروح لباب جديد، الباب الجديد اللي هو بيتعلق فيما يسمى بالإلكترونيات. لكن قبل ما أروح على باب الإلكترونيات بدي تتذكروا أكم من قانون ضروري جدا مشان أحسب نصف قطر مدار ذرة، يعني المدار الثالث أو الرابع أو الخامس. بقول R n تساوي n ضرب R واحد. ال n شو معناها؟ معناها رقم المدار، يعني رقم المدار ضرب R واحد. ال R واحد لنصف قطر المدار الأول، وسبق أعطيتكم إياه 5 × 7 × 10 × 10 أس ناقص 11. وبعدين في قانون ثاني عندنا اللي هو مشان حساب طاقة المدار، مشان أحسب طاقة أي مدار، المدار الثاني والمدار الثالث ولا اللي هو أي مدار، بدي أحسب كم طاقته. بنقول إن تساوي ثلاثة وستة بالعشرة على إن تربيع، ثلاثة وستة بالعشرة على إن تربيع، يعني طاقة المدار تساوي ناقص 13.6 اللي هي طاقة المدار الأول على إن تربيع اللي هي رقم المدار، إن تربيع اللي هي رقم المدار. هذول قانونين. والقانون الثالث اللي بدي كمان تحطوه في رأسكم ما ننسى، مشان أحسب الطاقة اللي بيكتسبها أو بيفقدها الإلكترون، مشان أحسب الطاقة اللي بيكتسبها أو بيفقدها الإلكترون لما ينتقل من مستوى إلى آخر، بكتب القانون، كتبوه مكتوب عندكم وسبق أخذناه. إي تساوي ناقص 13.6 بفتح قوس في داخله واحد على إن شرطة تربيع ناقص واحد على إن تربيع. شو معناها الإن شرطة؟ معناها رقم المدار النهائي، والإن رقم المدار الابتدائي. الإن شرطة النهائي يعني اللي انتقل إلو الإلكترون، الإن الابتدائي يعني اللي انتقل منه الإلكترون. مفهوم عمو؟ الله يسعدكم. سجل حبيبي، سجل الله يرضى عليك. الباب الثاني اللي هو بيجي في عنا الاختبار المكنن في آخر الباب صفحة 93، الاختبار المكنن في عندك السؤال الأول بكل لي اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي: أي نماذج الذرة التي تعتمد على تجربة صفيحة الذهب، اللي بتعتمد على صفيحة الذهب؟ أعطيني 4 إجابات. الإجابة الأولى بور، والثانية النموذج النووي، والثالث الخوخ، يا عيني على الخوخ، والرابع النموذج الكمي. أنو رأيكم الصح؟ النووي. إذا الإجابة بي اللي بتاعت مين؟ هذا راذرفورد.
ب. في عنا في السؤال الثاني، تبعث ذرة زئبق لو طول موجته 405 نانومتر، ما مقدار فرق الطاقة بين مستوي الطاقة في هذا الانبعاث؟ طوالي باجي بقول E تساوي E 4 ناقص E، أو E تساوي HC على لامدا، HC على لامدا. ال HC اللي هو 240 على 405. من وين جبت ال 400 هذا ال 1240؟ قلنا دائما لما بدنا نستخدم نانومتر ال HC 1240، فنصير الجواب E تساوي HC على لامدا يساوي 1240 على 450، بيطلع الجواب 3.06 EV. السؤال الثالث بيقول لي يبين الرسم عنا، يبين الرسم أدناء مستويات طاقة ذرة الزئبق، ما طول موجة الضوء المنبعث عندما تحدث تحولات في الذرة من مستوى الطاقة 7 إلى 4؟ من وين لوين راح؟ من 7 إلى 4. إذا فرق الطاقة شو بده يكون؟ الطاقة النهائية ناقص الابتدائية، النهائية راح للرابع، يعني هي 4 ناقص هي 7، ويساوي الجواب ناقص 4.95%، ناقص 4.95%، ناقص 2 ناقص 2.48، 2.48. طيب ويساوي 2.47% إلكترون فولت، 2.47% إلكترون فولت. إذن بتصير عندنا لامدا، إذن لامدا تساوي 1240 على إي، ويساوي 1240 على 2.47، 2.47 ويساوي 502 ان ام نانومتر. يعني اذا بتلاحظ هذا الإجابة رقم دي، الإجابة دي. طيب في سؤال رقم 4، أي الجمل الآتية من النموذج الكمي للذرة غير صحيحة؟ لاحظ الإجابة الثانية، مواقع الإلكترونات حول النواة معروفة بدقة، وهذا بناقض عدم. السؤال الرابع، موقع الإلكترونات حول النواة معروفة بدقة اللي هو بي، هذا الكلام غير صحيح. ليه غير صحيح؟ قلت لكم مبدأ عدم التحديد. في السؤال الخامس، بيقول لي هون لحل المسألتين 5 و6 ارجع للرسم التوضيح الذي يبين سلسلة بالمر. هذولا السؤالين
بدي اخليهم لكم. وانا حكيت لكم دائما فرق الطاقة، طاقة نهائية ناقص طاقة ابتدائية. لكن بروح على سؤال رقم 7، السؤال الأخير فيهم. السؤال رقم 7، حدد الطول الموجي للضوء المنبعث. عندما تنجز ذرة الهيدروجين تحول من مستوى طاقة N تساوي 5 إلى مستوى طاقة N تساوي 2، شو بصير هذا الجواب عمو؟ بصير E تساوي ناقص 13.6 بالعشرة، بنفتح قوس 1 على N شرطة تربيع ناقص 1 على N تربيع، وبنقول يساوي ناقص 13.6 بالعشرة، نفتح القوس 1 على 2 تربيع ناقص 1 على 5 تربيع، الجواب يطلع ناقص 2.856، ناقص 2.856 الكترون فولت. بعدها مشان اطلع طول موجي، لمدا تساوي اتش سي على اي، اتش سي على اي، ويساوي 1240 على ناقص 2.856، 2.856 الجواب يساوي 434.2، 434.2 نانومتر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله يعطيكم العافية، ومن توكل على الله كفاه. السلام عليكم.